السنة الماضية أعلنت فيفو عن هاتفها الرائد X70 Pro، أظهرت فيه الشركة نضوجها وتطورها الثوري في عالم صناعة الهواتف، وأثبتت لكل عمالقة الشركات أنها قادرة على منافسة أقوى هواتف الساحة. والآن تعود لنا فيفو مرة أخرى وتكشف عن X80 Pro لتثبت جذورها في الساحة وتؤكد أن X70 Pro لم يكن مجرد ضربة حظ عابرة. فهل تنجح في ذلك؟ دعونا نتعرف أكثر على فيفو X80 Pro. مراجعة سريعة. جاء X80 Pro بخامة تصنيع من الزجاج وإطار من الألومنيوم. في الخلف جاء الهاتف مع وحدة كاميرات عريضة بارزة تستغل مساحة كبيرة بلون أسود مختلف عن الظهر. تضم 3 عدسات داخل دائرة مستقلة بالإضافة لعدسة رابعة بالجانب. من الأمام اختارت فيفو اعتماد شاشة منحية الأطراف مع كاميرا أمامية على شكل ثقب في المنتصف. الهاتف يأتي كذلك مع قارئ بصمة مدمج بالشاشة أكبر 38% من الموجود في أغلب الهواتف حاليا. على اليمين نجد زر الطاقة مع أزرار خفض ورفع الصوت، وفي الأسفل مدخل الشحن من نوع سي بجانب منفذ شريحة الاتصال وسبيكر. الأخير يعمل مزدوجا مع سماعة ثانية للحصول على صوت السيريو يعزز تجربة الاستماع ومشاهدة الفيديوهات. وكغيره من الهواتف الرائدة، الجهاز يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، أي أنه قادر على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة. فيما يخص أبعاد الهاتف، تجدون التفاصيل أمامكم، ويظهر أن الجهاز يصعب التعامل معه بيد واحدة لطوله وسماكته، إضافة للوزن الذي يعد ثقيلا نسبيا. جاءت شاشة الهاتف من نوع أموليد مقاس 6.78 إنش بدقة عالية تصل إلى كواد HD بلس بكثافة 517 بيكسل في كل إنش، وبمعدل تحديث متغير من 1 هرتز حتى 120 هرتز كحد أقصى حسب الاستعمال وعمر البطارية. حسب كلام الشركة، فالشاشة أكثر استجابة وكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بشاشة الجيل السابق. وبالموازاة مع الكفاءة العالية، الشاشة قادرة أيضا على عرض مليار لون، إضافة إلى دعمها تقنية HDR 10 بلس مع سطوع يصل إلى 1500 نت. كل هذه الأرقام تترجم إلى تجربة مشاهدة ممتعة بألوان واقعية بجودة عالية. بالمرور العتاد، نجده مكونا من الجيل الأول من معالجات سناب دراجون 8 بتردد أقصى 3.00 جيجاهيرتز، مصنع بدقة 4 نانومتر، ما يعني كفاءة عالية وأداء قويا تحت الاستخدام المكثف، مع القدرة على فتح تطبيقات كثيرة وقوية في الخلفية دون تشنجات بفضل خيار الرام العالي البالغ 12 جيجا بايت، بجانب ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت دون إمكانية توسيعها بذاكرة خارجية. نجد في الخلف كاميرا رئيسية عبارة عن حساس من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة نجحت فيفو بتوسيعها بشكل كبير حتى 1.57 مع دعمها للتثبيت البصري OIS. نتيجة لهذا ستكون العدسة قادرة على التقاط صور ساطعة بألوان واقعية حتى في الإضاءة المنخفضة. يمكن أيضا التقاط صور بزاوية واسعة بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة 2.2. العدسة الثالثة عبارة عن تليفوتو بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة 1.85 قادرة على التقريب البصري حتى مرتين دون المساس بجودة الصورة. وأخيرا عدسة ثالثة مخصصة للتقريب البصري بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة 3.4 لكن مع تقريب 5 مرات أكثر مع دعم تقنية التثبيت البصري OIS. وبفضل تعاون فيفو مع شركة زايس المطورة للعدسات، ستخضع الصور لعدة تحسينات وتعديلات للخروج بنتيجة نهائية مقاربة للكاميرات الاحترافية. نفس الأمر ينطبق على الفيديوهات المسجلة بالكاميرا الرئيسية، حيث ستكون قادرا على تصوير فيديوهات بجودة 8K مع اعتماد ميزة العزل عن الخلفية حتى في المقاطع المسجلة، وهي ميزة نادرا ما تجدها في أقوى الهواتف. شريحة فيفو V1 Plus ISP المحدثة هي الأخرى تلعب دورا مهما في تحسين الصور في الإضاءة المنخفضة للحفاظ على نفس الألوان والتفاصيل. العدسة الأمامية تبلغ دقتها 32 ميجا بيكسل بفتحة 2.5، ستكون قادرة على التقاط صور سيلفي احترافية لمشاركتها على يوميات إنستغرام أو تطبيقات التواصل الاجتماعي عامة. أخيرا زودت فيفو هاتف X80 Pro ببطارية ساعتها 4700 ملي أمبير بقدرة شحن صاروخية تصل إلى 80 واط كحد أقصى، أي يمكن شحن الهاتف من 0% إلى 100% في غضون 38 دقيقة فقط، كما يمكن شحن الهاتف لاسلكيا بقوة 50 واط قادرة على شحن البطارية كاملة في غضون 50 دقيقة فقط. أخيرا البطارية تدعم كذلك الشحن العكسي. الهاتف سيتاح في الأسواق بألوان شبابية جذابة، وهي البرتقالي الأزرق والأسود بسعر 3999 ريالا سعوديا لخيار 12 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، أي ما يساوي 1066 دولارا في تاريخ كتابة هذا التقرير. ما رأيكم في الهاتف؟ ولا يستطيع منافسة وحوش الهواتف الرائدة؟ شاركونا انطباعاتكم حوله أسفل في مكان التعليقات. نترككم الآن مع سعره بمختلف عملات الدول العربية.